السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله ما تبقى تهزل الهمله باش غير طيب. اليوم ما عنديش اللحام، ما عنديش الدجاج باش نطيب الخريشفات. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ساهله بدون لحم او دجاج، نتمنى تعجبكم وجربوها. وباش تعرفوني كيفاش درت تبعوا معايا الطريقه بالفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. كي ضروري تيكون عندكم اللحم عاد باش ديروا الخرشوف. هنا درت الزيت البلديه وزيت روميه، درت الربيع مقطعه، البصله مشلضه، الابزار، الملحه، السكينجبير والخرقوم. ضروري هاد العطريه الرائعه. كنشحروا شويه هاد العطريه ونتلاقى بكم. الخرشوفه ونقيته مزيان، شفتوا الطريقه، راه كلشي تعرف ينقيه بلا ما نبقى نشرح لكم. وانا كتبان ليا لا فائده في التكرار، الفيديوهات كلهم عامل بالخرشوف هاد المره، كلشي باغي يصوب الخرشوف. المهم كديروا الماء فيه الحامض باش ما يتكسر لكم، ولا كديروا حتى كتغسلوا، كديروا شويه طحين عاد كتغسلوه حتى هو راه كيدير مفعول ديال الحامض. نقيتو، نوريكم حتى الطريقه باش تحتفظوا به الا بغيتو. انا ما غاديش دابا كلشي هذا، غندير نص ونص ونحتفظ به. كنرمي الخرشوف حتى هو كنخليه شويه نخلط مع الرويه بالمطايب. قطع الحامض، هاد قطع الحامض انا كنحرق بالحرق في الدوائر، وغادي نرويه بالماء طايب كيتبقى ونسد عليه كيطيب. نتلاقى بكم اللي غندير الزيتون. شوف الاخر اللي غنحتفظ به كنديرو في الماء فوق البوطه، اون فوا تيغلي غلية ميم با 3 مينوت 5 مينوت، وكنطفي عليه وكنخليه في الماء ديالو حتى كيبرد. كنديرو في البوطه ونديرو في التلاجة، كيبقى 15 يوم ولا 20 يوم كيبقى هو هداك ما تيخسرش بلا ما ديرو في كونجيلاتور. ودعملو تستعملو. هانتوما شفتو المريقة كيفاش جات، جات ملبية زوينة. هانتوما دابا غادي ندير الزيتون، واللي بغا يزيد قطرات الحامض يزيدهم. أنا كنكتفي بهاد الحامض اللي كندير في اللول صافي، وتسدو لي الحامض غير شوية غير يطلع فيه السهل وطفيو عليه. دابا حتى الخرشوف عندي راه طاب صافي. دابا غنسد عليه غير طلع واحد الغلية على الزيتون، ونتلقى بكم ونقدمه ان شاء الله. هو الخرشوف من غلا ديك 5 دقائق كنطفي عليه ونخليه حتى كيبرد، كندير في بواطا ونسد عليه ونديرو في التلاجة كيكون واحد 15 يوم ما كيخسر ما والو. انتما المريقة كيفاش جات؟ جات خطيرة، جربوها على ضمانتي غتعجبكم ان شاء الله. ومن اليوم تبقاو تخمو واش غطيبو هاد الخرشوف باللحم ولا بالدجاج، طيبوها بوحديتو غيجيكم رائع. ما تنساونيش من صالح الدعاء وبالرحمه الوالدين. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد، والى الملتقى.